بدايتي مع لعبة الشطرنج هذه قصة طويلة. تعلمت نقل القطع عندي تقييم بالاتحاد الدولي. هذه كانت أول مرة. الصعوبات اللي واجهتني في مجال الشطرنج أعتقد هي نفس الصعوبات اللي تواجه معظم لاعبين الشطرنج، واللي هي ضيق الوقت، خصوصاً حق ناس بأعمارنا، يعني عندهم مسؤوليات وعندهم بيت وعيال، لأن لعبة الشطرنج تحتاج حق وقت طويل للتدريب وللمنافسة علشان تعرف تحقق مراكز أفضل. فالوقت هو أكبر صعوبة بالنسبة لنا. وطبعاً أنا يعني أبي أوضح لك أن لعبة الشطرنج تعتمد على جانبين أساسيين. الجانب الأول اللي هو الفهم، فهم الاستراتيجيات اللي تتم في لعبة الشطرنج. الشغلة الثانية اللي هو الحفظ، وهذا يوفر عليك الوقت الطويل في التفكير للوصول حق أفضل نقلة. وبالتالي فموضوع الحفظ وموضوع الفهم يحتاج حق وقت طويل، يوصل حق 8 ساعات بالنسبة حق اللاعبين المحترفين يوميا. وتدري احنا طبيعة حياتنا في الكويت اني اوفر 8 ساعات فاضية كل يوم شيء وايد صعب يعني، فهذه اكثر الصعوبات اللي تواجه.
تسعفني بالأسماء، حضورهم متميز، إنجازاتهم متميزة. المشاركات المحلية أغلبها ينظمها نادي الكويت للألعاب الذهنية، وأيضا شركة نفط الكويت كانت تسوي بطولات عن طريق نادي الكويتي للألعاب الذهنية. فهذه معظم المشاركات. الآخرين اللي كانوا معانا حققوا نتائج، فازوا على لاعبين أفضل من مستواهم، ولكن إحنا كدولة الكويت يعني نعتبر ناشئين في هذه اللعبة، ما عندنا الخبرات المتوفرة عند الدول الثانية، فكانت إنجازاتنا أفضل من المتوقع الحمد لله. الجوائز اللي حصلت عليها في الشطرنج كانت الميدالية البرونزية في المركز الثالث في إحدى البطولات اللي أقيمت في أحد الجامعات الخاصة هنا عندنا بالكويت في غرب مشرف. حصلت على المركز الثالث، وكان يعتبر إنجاز يعني مفاجأة، لأن اللاعبين اللي موجودين ما شاء الله كلهم لاعبين قدامى ولاعبين أصحاب مستوى مرتفع، فهذه كانت من يعني أعز الجوائز اللي حصلت عليها الحمد لله. شوف، الإحساس بالفخر قد يكون هو الغاية من تحقيق أي إنجاز، يعني دائما وخصوصا لما يكون خارجي، يعني لما ترفع اسم دولتك، لما الناس تسألك أنت من وين وتقول أنا من الكويت وتكون محقق إنجاز، هني فعلا تحس بالفخر. وهذا الإحساس موجود عند كل لاعبين الكويت دائما وهم يمثلون ديرتهم بالخارج، وهذا فعلا الشيء اللي يخليك تحس بالفخر وتحس أن هذه الدولة دولة دائما تنتج أبطال ودائما فيها طفرات في المستوى. وعلى أيدكم، أنتم شايفين الأولمبيات، الدول هذه صناعة،
إحراز البطولات في الأولمبيات هذه صناعة، ويصرف عليها مليارات الدولارات علشان تحصل ميدالية. الحمد لله إحنا بالكويت قاعدين نوصل لها بفضل الله عز وجل، وبفضل إن عندنا طفرات في الكويت. مسابقات الشطرنج هي مسابقة واحدة بشكل عام، قوانين اللعبة ما تتغير، ولكن اللي يتغير الوقت. عندنا رقم واحد اللي هو الكلاسيك، هذه تكون مدتها ساعة ونص اللعبة، بعد كل نقلة تنقلها تحصل على 30 ثانية إضافية، نص دقيقة تنضاف حق وقتك، فأنت لك ساعة ونص وخصمك له ساعة ونص. طبعا في اللعب توصل حق 4 و5 ساعات، لان الساعه توقف بعد ما تحرك اي نقله توقف الساعه. فهذا النوع من اللعب يسمونه الكلاسيك، وهو اكثر نوع يعني تتم فيه البطولات واللي يهتمون فيه اللاعبين، ويعني اكثر شيء دارج. عندنا النوع الثاني اللي يسمونه الربد، هذا يكون من 20 دقيقة أو ربع ساعة على حسب البطولة، يكون تقريبا من 20 دقيقة إلى 5 دقائق. كل اللي تحت الوقت يسمونه ربد. عندنا النوع الأخير اللي هو البلدز، هذا يكون 5 دقائق ونازل، لك 5 دقائق وحق خصمك 5 دقائق. فهذه تكون لعبات سريعة، هذه اللي تشوفونها يلعب ويطق بسرعة، يلعب ويطق الساعة بسرعة. والله شوف، أي رياضي دائما تكون أمنياته الحصول على ميداليات، على جوائز، مو لهدف مادي أو لهدف يعني آخر، كثر ما هو تحقيق الذات. الرياضة بشكل عام يعني نقدر نقول شيء لتحقيق الذات، ولذلك تلقى بالكويت أن بالرغم من قلة الإمكانيات وقلة الدعومات، إلا أن اللاعبين مصرين على الاستمرار، وهذا لأنهم قاعد يحققون ذاتهم ويحسون مثل ما قلت لك أن هم يعني قاعد يحققون شيء يستمتعون فيه. فهذه هي باختصار الإجابة.